our contestants in this class. Good luck.
إذا بدأنا مجموعة من الأفراس في الفئة السابعة الثامنة ألف عفواً، ومع مجموعة أخرى أيضاً جميلة ورائعة تواجدت في الدخول الجماعي أمام الحكام لنعود ونستقبل منها كل منها على حدة لتقف أمام الحكام ويتم تقييم. We had beautiful group in 8A and another group also amazing beautiful mares. Let's have the first to go. أولى المتنافسات في الفئة الثامنة ب هذه الأفراس المنتجة، وسبحان الله مجموعة من الصفات للخيل بشكل عام، منها أن صغار الخيل تستطيع الوقوف على أقدامها بعد ساعات بسيطة من الولادة، وأيضا تستطيع الركض. ومن بين المعلومات اللي قرأناها عن الخيل أن أسنان الخيل مع العمر تتقدم وتبيض عكس ما يحدث حق المخلوقات الثانية. الخيل أيضا تحلم سبحان الله وتصدر أصوات الحلم إذا كان الحلم يؤدي إلى فرحها أو حزنها. أيضا الخيل لديها تكوين خاص في العمود الفقري مصمم سبحانه بكل دقة للركوب ولحمل الأثقال وخاصة أثناء الحركة، فسبحان اللي سخرها لخدمة الإنسان. الخيل تبكي أيضا وتذرف الدموع وخاصة عند الآلام الشديدة سواء بالولادة أو الحزن على فارسها، أو تفرح وتعبر عن ذلك بالتشنيف ورفع الشفاه العليا والرأس إلى أعلى. نودع هذه الفرس ونستقبل التالية. As this mare leaves the red, we'll be welcoming the next mare to the arena. In the arena, we have the second contestant from class 8B, 7 to 10-year-old mares. A total of 7 contestants competing for the top 5 positions. Top 3 will qualify for the championship taking place tomorrow. على أرض الميدان ثاني متنافسات من شوط 8B سب أفراس يتنافسنا على أول 5 مراكز ويتأهلنا أول 3 لبطولات غد إن شاء الله.
Thank you to the mayor in the arena. We'll be expecting the next at any moment. And now we receive the first scores for mayor number 172, Dima Nasser, owned by Mr. Mohammed El Hadri. For type, we have 20, 19 and a half twice, 19, 19 and a half twice, another 20, 19 and a half, and 19. For head and neck, 19 and a half, 19, 19 and a half, 19, 19 and a half, 20, 19 and a half, and two 19s. Body on top line, 18 and a half, 18. Five times, 18 and a half, 18 and 18 and a half. As for legs, we have three times, 16, 15 and a half, twice, 15, 16, two times, 15 and a half. Movement, a unanimous 19, bringing up total score for Dima Nasser, owned by Mr. Mohammed El Hadri, to 91, 71 out of 100. إجمالي نقاط الفرس رقم 172 ديما الناصر للمالك مصر محمد الهاجري هي 91.71 نقطة من 100. Thank you. We can now welcome another mayor. نستطيع الآن أن نرحب بالفرس المتنافسة التالية. Next mayor. نتابع إذن مع درجات الفرس رقم 173 العنود الـ DHM وهي من الأب علي فايق ومن الأم RHR منى النفس للمالك مربط الـ DHM قطر. لكن في هذه اللحظات تغادر الفرس، يبدو أنها تعاني من العرج للأسف. Have offer, inshallah. Unfortunately, that was a lame mare. So we can now have another mare in the ring. Let's go to the Faris Italia. Sweet perfume and precious.
نتابع اذا مع تفاصيل الفرنسا رقم 173 لعنود ال دي اتش ام، الهويه العربيه 19 باجماع الحكام، الراس والعنق 5 مرات 19 ثم 19.5 وثلاث مرات 19، الجسم وخط الظهر اجماع على نفس الدرجه 18، القوائم 15.5 15 16 15.5 15 ثلاث مرات 15.5 و 16.5، الحركه 18.5 مرتين 19 4 مرات 18.5 مرتين 19، المجموع 90.14 فور العنود ال دي اتش ام. ومن درجات العنود ننتقل إلى الفرس رقم 174 سلمى البوادي. سلمى البوادي من الأب هلال النقيب والأم مها الخالد، وسلمى ملك مربط البوادي جمهورية مصر العربية. الهوية العربية لسلمى ما شاء الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مرات 20 ومرة 19.5 ما شاء الله. الرأس والعنق سلمى البوادي 20 19.5 20 20 20 19.5 20 20 20 ما شاء الله. الجسم وخط الظهر 18 ثلاث مرات 17.5 18 ثلاث مرات 17.5 18. القوائم لحظة يا رينج ماستر خليني أكمل هالدرجات 15.5 16 16 15.5 15.5 15.5 16.5 الحركة 4 مرات 19.5 20 3 مرات 19.5 20. سلمى البوادي 92.86 واو 9286 a million bravo. إذن 92-86 سلمى البوادي متصدرة بقوة. ديما الناصر تأتي في المركز الثاني أيضا بمجموع جيد 91-71، تتبعهم العنود ال دي اتش ام بالمركز الثالث حاليا. وللأسف الفرس رقم 175 استبعدت للعرج. So the leading score is for سلمى البوادي 92-86 for Egypt, followed by Dima Nasser in second with 91.71, followed by العنود ال DHM 90.14. And as for mare number 175, it was a lame mare, unfortunately. As my colleague stated, Salma Al-Bawadi leading with a total of 92.86 out of 100, the highest score so far. As for mare 175, Noor Jaddab, owned by Jaddab Arabians, has been eliminated due to suffering from lameness. Now with the scores of mare number 177, Ghayahib, owned by Maqbel Fahad Al-Qahtani, type 19, 4 times, 19 and a half, 19, 4 times, head and neck,
18 and a half, 19 and a half, 19 twice, 19 and a half, 19 twice, 19 and a half, 18 and a half. Body on top line, 18 twice, 17 and a half, 3 times, 17, 17 and a half, 18 twice. For legs, we have 16, 15 and a half, 16, 15 and a half, twice, 16, 15 twice, and the final 15 and a half. As for movement, 19, 18 and a half, 19, 4 times, 18 and a half, and 19 twice. Total score for Ghayahib, owned by Maqbel Fahd Qahtani, is 90-29. على أرض الميدان آخر الأفراس المتنافسات في شوط 8 بي. نشكر لجنة التحكيم. In the arena, or just about to exit the arena, is our last contesting mare from class 8B. We thank our panel of judges for their outstanding work, and we welcome them back into their designated area. This program is offered by to read to be followed by the top five and the award ceremony. الرأس والعنق 19.5 مرات 19 20 تيان 19.5 و 19 الجسم والانسياب العلوي 13.5 مرتين 13 مرات 13 مرات القوائم 16.5 16 مرتين 15 مرتين 16 15.5 16 15.5. أما بالنسبة للحركة 19 مرتين 18.5 19 19 مرتين 18.5 19 و 18.5. إجمالي نقاط نوال الريان مزرعة الريان الفرس رقم 178 هي 92.07 نقاط من 100. And the total score for نوال الريان mare number 178 owned by الريان farm is 92.07 out of 100. One result left to read to be followed. One result left to be read to be followed by the top five, and then the award.
ceremony. آخر فرس كانت الفرس رقم 179 منوة الريان لمزرعة الريان ومنوة من الأب فارس الريان والأم بنت مسعودة. ونتعرف على تفاصيل هذه الفرس وعلى نتيجتها. منوة الريان طبعا المالك والمربي مزرعة الريان، ويظهر المجموع في الشاشة. لنبارك لمنوة الريان 92.93 ما شاء الله. نتعرف على درجات الهوية العربية. منوة الريان 2020 2020 19.5 20 19.5 20 و19.5. amazing. الرأس والعنق خمس مرات ما شاء الله 20، تتبعها مرتين 19.5 20 19.5. جسم وخط الظهر 18 18.5، مرتين 18 17.5 18 مرتين 18 18. قوائم منوة الريان 15.5 16 16 و4 مرات 15.5 16 و15.5. والحركة 6 حكام أعطوا درجة 19.5، بعدها 19، بعدها 19.5، وبعدها 19. مجموع رائع لهذه الفرس المميزة 92.93 92.93 the highest score in this class. بانتظار النتائج والتتويج. إذا ب 92.93 ألف ألف مبروك لمزرعة الريان ومنوة الريان المركز الأول. نبارك لمصر وسلمى البوادي المركز الثاني. نبارك لنوال الريان المركز الثالث. تيم الناصر المركز الرابع. وغيهيب المركز الخامس. Have a look on the screen. Yes, those are our winners in class 8B. Mare number 179 منوة الريان. Mare number 174 سلمى البوادي. Mare number 178 نوال الريان. Mare number 172 ديما الناصر. And mare number 177 غياهي. نستقبل على أرض الميدان الفائزات من شوط 8B. أيضا نستقبل ملاك هذه الأفراس الجميلات الأنيقات.
على أرض الميدان 5 أفراس فائزات بأول 5 مراكز، 3 منهن يتأهلن إلى بطولات غد إن شاء الله. In the arena we have our 5 winning mares from class 8B. Top 3 have qualified for the championships tomorrow. اليوم هو ثالث أيام بطولات الخيل الجزيرية العربية لمهرجان قطار الدولي للخيل العربية الأصيلة. يتوج الفائزات من فئة 8 بي السيد علي العبدالله رئيس العلاقات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية لفودافون. في المركز الأول من والريان لمزرعة الريان، ألف مبروك. في المركز الثاني سلمى البوادي لمربط البوادي، ألف مبروك. والفرس الحائزة على المركز الثالث نوال الريان لمزرعة الريان، ألف مبروك. في المركز الرابع ديما الناصر للمالك مسبر محمد الهاجري، ألف مبروك. والفرس الحائزة على المركز الخامس غياهيب للمالك مقبل فهد القحطاني، ألف مبروك. ألف مبروك للأفراس الفائزة وملاكها. ونشكر السيد علي العبدالله رئيس العلاقات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية لشركة فودافون.